كافانكاتر تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. بحضور عدد من الجمعيات المهتمة بالشأن البيئي، نظم المجلس الجمعي بمدينة العيون اللقاء التشاوري حول المخطط الجمعي لتدبير النفايات. نمرق بتوصيات واضحة اليوم ومبنية على الصدق وعلى المعقول. أشنو التدبير ديال النفايات اللي خصنا نتخذه سابق نوافقوا عليه في الدورة ديال المجلس الجماعي اللي رادها الله في اكتوبر، وحنا منزلنا مستمرين من هون لاد الله يكملوا لجن ولهن نقرأوا التوصيات اللي اقترحوا المجتمع المدني والتوصيات ديال رؤساء المصالح وديال السلطات اللي يعطوها مكتوبة، وهذا كامل صالح لتقدم المدينة. اليوم 18 يوليو 2018 اعطينا الانطلاقه ديال اليوم التشاوري والتواصلي من اجل اعداد المخطط الجماعي لتدبير النفايات المنزليه والنفايات المماثله لها بجامعه العيون. فكما هو معلوم استدعينا جميع الجمعيات وودادية الاحياء والجمعيات المهتمه بالشان البيئي بصفه عامه والمصالح الخارجيه اللي عاد يعطونا الراي ديالهم والمقترحات ديالهم والانتظارات ديالهم من هذا المخطط. اللقاء الذي شكل فرصة لمناقشة القضايا البيئية التي تثير الكثير من الإشكاليات على مستوى الجماعة خرج بمجموعة من التوصيات التي تصب في إطار التوعية والتحسيس بأهمية البيئة. هذا البرنامج العمل الجديد اللي فيه المحاور هذو التالية، يعني مخطط يشرف بالخير. دائما احنا في مدينة يعني تحتل يعني الدرجة الثانية عربيا بجمالها وبرونقها، ولما باش تعود واصل رسالة المواطن الجهات المعنية لكثرة يعني نشر بركصات أكثر من هذا النسبة اللي عندنا احنا في العيون. يعني مواطن وعب بثقافة يعني حمل النفايات إلى نقط يعني مخصصة لهذه النفايات، وعلى المواطن يعني بعزل النفايات. يعني هذا مكسب بالنسبة لنا احنا أخيرا الحمد لله في العيون هذه.